هو قال لي ان هما هيتقابلوا في الكافيه ده، اكيد هيفرح قوي لما يشوفني. عمر، اسراء، اسراء انت ايه اللي جابك؟ عمر وسلمى، ده الجزء الكام بقى ان شاء الله؟ انت ازاي تنزلي من البيت من غير ما تقولي لي؟ عمر انا اسفه، ما تزعلش مني، مش هعمل كده تاني ابدا. اسراء انت فاهمه الموضوع غلط صدقيني. بجد؟ ايوه طبعا، انا قابلته عشان احكي له الحاجات اللي بتضايقك عشان ما يعملهاش تاني. انا اسفه ان انا شكيت فيكم، اصل انتوا اغلى اتنين في حياتي. طب يلا روحي بقى يا اسراء وانا هبقى اعدي عليكي. ماشي، بس خلي بالك منها. ها، في عينيا. طبعا اسراء القديمه ماتت خلاص، بس انا كان لازم اخليهم يصدقوا ان انا لسه هبله. ده انا مش هخلي لك ولا صوره على الموبايل. تفلس طبعا، انا عارفه عمر كويس قوي، هو قرب منها عشان فلوسها مش عشان بيحبها. كنت عارف. اسراء الحقيني. سلمى، ممكن بعد اذنك يا اسراء تسلفيني 1000 جنيه بس؟ ليه، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، اتزنقت في فلوس ضروري. معقول سلمى تتزنق في فلوس؟ انا اسفه والله يا سلمى، فلوسي يا دوبك تقضيني. انت عارف اسراء، انا اسف ان انا كدبت عليكي بخصوص حوار الماتش ده. يا عمر انا نسيت اصلا. بجد انا ما شفتش حد في طبتك. على فكره بابا عزمك عندنا على العشاء النهارده. بجد انا اكيد هاجي طبعا. يلا باي. باي. اخيرا اخيرا يا عمر. عمر حبيبي انا جبت لك حاجه تشربها. ربنا يخليكي ليا. اسراء تعالي. ايوه يا ماما جايه. ثواني وجايلك. معلش يا عمر اتاخرت عليك. ولا يهمك. على فكره انا بدلت الكوبايات عشان بتاعتك كانت اسقع حاجه بسيطه كده. ايه؟